لقاءات من أرض البصرة مع مراسلنا نوار الركابي، أجرى هذه اللقاءات عقب انتهاء المباراة وأخذ ردود أفعال المشجعين من داخل ملعب المدينة أو ملعب البصرة الدولي عفوا. فلنشاهد. زميلي نور، متواصلين بالتغطية بعد نهاية مباراة المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي، معي الآن زميلي منير. منير، شو شفت المباراة اليوم؟ طبعا مبروك للشعب العراقي، مبروك لكل الإعلاميين اللي كافحوا في سبيل انه ينقلون الصورة الجميلة للافتتاح لكل المباريات الخاصة بخليجي 25. بصراحة اليوم يعني فرحة كبيرة، أداء المنتخب كان أفضل بكثير من المباراة السابقة، رغم أنه كانت أمطار، رغم أنه الأرضية كانت غير صالحة يمكن للعب، بس عرف المدرب أنه شلون يوظف الأدوات ويمشي اللعب، وكان الأداء ممتاز ممتاز كلش، وفرح يعني أكثر من 60,000 متفرج كانوا موجودين. مو 60، 40 مليون. بالضبط بالضبط، بس انا احكي هنا على الملعب، ها يعني لان احنا عشنا الاجواء، كانت اجواء ممتعه جدا بصراحه، يعني اللي ما عاش هاي الاجواء يعني عمره خساره. صحيح. خليك وياي زميلي نور. خليني اسال كابتن، شلونك زميلي سيد حمزه؟ شلون شفت المباراه اليوم؟ والله بصراحه من النواحي الفنيه لا يمكن القياس على هكذا ظروف، يعني عادة ما تخضع إلى الظروف المناخية الموجودة على الأرض. كل حسابات المدربين، كل حسابات اللاعبين في هكذا أجواء لا تكون خاضعة. كل من يستطيع أن يتعامل مع هكذا ظروف هو الذي يستطيع أن يخرج بنقاط المباراة جميعها. ولذلك لا يمكن أن نحمل المدرب أو اللاعب في حالة الخسارة، وأيضا لا يمكن أن نأخذ على عاتقنا أنه هذا الفوز قد يريح الفريق كثيرا، لأنه الظروف المناخية لعبت دور كبير في هكذا مباراة، وهذا طبعا تبرير قال المدرب. رأيك بتصريحات المدرب سعد الشهر؟ هو طبعا تصريحاته بها نوع من المنطق، انه الظروف المناخية لعبت دور، خاصة الفريق السعودي يعني معروف عنه انه يلعب بطريقة تكتيكية معينة في الباصات القصيرة. لكن فوز المنتخب العراقي ايضا ليس مفاجأة، يعني تاريخيا المنتخب العراقي لديه الكثير من الانجازات والمباريات التنافسيه مع المنتخب السعودي، وحقق الكثير من نقاط المباراه، وايضا لديه من الاسماء اللامعه الكثيره التي لا يمكن ان لها البدايه وليس لها نهايه، ولذلك الفوز ليس بمفاجاه، وايضا ان شاء الله هو بدايه الطريق لمصالحه الجمهور العراقي. شكرا. شكرا سيد. شكرا. خليني اسال كابتن فؤاد. كابتن فؤاد، اليوم الجماهير بروده الجو وأجواء باردة، لكن الملعب فول، 65,000 متفرج. نعم، هذا المعروف عن الجمهور العراقي الرياضي. اليوم الجمهور الرياضي العراقي أثبت هو محب لكرة القدم ومحب للبطولات. اليوم رسم لوحة جميلة في مدرجات ملعب البصرة الدولي. اليوم قدم المنتخب الوطني إداء كانت رغبة الفوز حاضرة منذ الدقيقة الأولى، قدم مباراة جميلة تختلف عن المباراة التي خاضها أمام المنتخب العماني. اليوم اكتملت اللوحة تقريبا، والمنتخب الوطني يخطو خطوة نحو الأمام إن شاء الله. تقريبا إن شاء الله المباراة القادمة ستكون سهلة للمنتخب العراقي للظفر والتأهل إلى المربع الذهبي إن شاء الله. شكرا. خليك ويا يا زميلي نور، خلينا ناخذ رأي الزميل أوس. أوس، اليوم فوز ربما وضع المنتخب العراقي قدما في نصف نهائي بطولة خليجي 25. ليش ربما؟ خلينا نقول 99%، ولو هي كرة قدم حسابات على حكايتك. يعني مباراة المنتخب العماني مع المنتخب السعودي ربما هي ستكون الفيصل، ومباراتنا مع اليمن ربما تكون سهلة وبعيدا عن الضغوطات، يعني نلعب خارج الضغوطات. رأيك بحظوظ المنتخب العراقي؟ والله الحظوظ قوية جدا، الحمد لله ما وضعنا نفسنا بعنق الزجاجة. اليوم خدمتنا الأمطار بصراحة، لاعبينا بنيتهم الجسمانية كانت كبيرة وأقوى من الفريق السعودي، الفريق السعودي تعرف هذا الصف الثاني وما قدر يقدم بسبب الأمطار، وسمعت كلام مدربهم، لكن أنا متفائل تأهل كأول. اليوم لازم يفكر بالمباراة القادمة في الدور نصف النهائي، ربما قطر، ربما البحرين. هو قال راح يشرك جميع اللاعبين 23، وانا اعتقد في هكذا بطوله هذا الامر مهم. ربما الجمهور يبحث عن التتويج واللقب
الغائب عن خزائن العراق منذ عام 1988، لكن المكسب الأكبر هم اللاعبين اللي وراء البطولة. عندنا كاس آسيا 2023، عندنا تصفيات كاس العالم 26. اليوم مكسب كبير، شكرا للجمهور الكبير اللي آزر المنتخب، شكرا للاعبين اللي تحملوا كل هاي الضغوطات وحققوا فوز مهم جدا على المنتخب السعودي، ويا رب ان شاء الله التتويج بالبطولة. شكرا جزيلا. شكرا زميلي أوس، شكرا لجميع الآراء. طبعا هذه كانت آراء الإعلاميين العراقيين بعد نهاية مباراة المنتخب العراقي مع السعودية.